بحلول العام 2050 سيعيش ثلث سكان العالم في المدن. نظراً لضآلة الموارد المائية يواجه العالم العربي أحد أكبر التحديات، إذ تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن عدد سكان المدن العربية سيتضاعف في السنوات الأربعين المقبلة. تتوسع المدن بسرعة جنونية، لكن ذلك يحصل من دون أخذ التخطيط العمراني أو قابلية العيش بعين الاعتبار، فالجميع يركز على تلبية حاجات الحاضر بدل التحضير للمستقبل المزدحم. في هذا البرنامج يعمل المهندس العمراني بسام المناعي إلى جانب فريق من الباحثين لاكتشاف الطريقة المثالية لتخطيط المدن العربية. احنا نمتلك المعرفة الكافية من خلال دراساتنا لتراثنا وللحاضر. الخطوة الجاية هي توظيف هالمعرفة بالطريقة المناسبة. نسافر حول العالم لنعرض عليكم العبر المميزة التي يمكن استخلاصها من أجدادنا والأساليب اللي اعتمدوها لتخطيط المدن وبنائها، ونكشف كيف يمكن لغياب التخطيط والبناء السليم أن يؤدي إلى تعطيل الحياة الاجتماعية. نلتقي بمصممين ومهندسين وفنانين يعملون على إعادة إنتاج المساحة التي نعيش فيها بهدف تلبية حاجات عالمنا المعاصر. بداية ونهاية جولتنا راح تكون من هني، من مدينتي، مدينة الدوحة. تكلمنا من قبل عن مدن الماضي ومشاكل المستقبل وحلولها، ولكن ماذا عن المدينة المعاصرة؟ وما هي العوامل التي أدت إلى نشوء المدن التي نعيش فيها اليوم؟ وما هو الدور الذي يمكننا أن نلعبه كبشر في بناء المدن وتصميمها؟ في الواقع كثير من المدن العربية رسمت رؤية للمستقبل مبنية على فترة ما بعد الاستعمار أو كرد فعل للاستعمار، فخورة بالهوية العربية حاولت أن هي تجد لنفسها شكل جديد للمستقبل. انطلقت المدينة العربية العصرية مع حس من التفاؤل والقومية تلا نهاية عصر الاستعمار، ثم وضع الرؤى والخطط الوطنية من القاهرة إلى بغداد، لكن مع ذلك شاءت سخرية القدر أن تستلهم هذه النماذج من الغرب الذي كنا قد تحررنا منه لتونا. أعتقد المشاركة الأفضل والإيجابية خلق مدن عربية أفضل أن احنا نبني أنماط للتحليل والتفكير حول هالمشاكل ونجد حلول مش فقط مبنية على الحلول الغربية، ولكن مبنية على الماضي، ماضينا العريق وعلى مدننا العريقة اللي كان فيها كثير من الحلول لإشكالياتنا ولإشكالياتنا الخاصة في مجتمعنا وفي واقعنا احنا. دعونا نغوص بشكل أعمق في المدينة العصرية لنتعلم كيف وصلت إلى هذه المرحلة وكيف يمكننا المساهمة في تغييرها نحو الأفضل. يشكل التمدد العمراني تحدياً ضخماً للمدن، فمسألة الحفاظ على نشاط وسط المدينة وتشجيع الناس على العيش فيه بكثافة بدل العيش في الضواحي الهادئة تلعب دوراً محورياً في قابلية العيش في المدينة. ونذكر من خصائصه مناطق الاستخدام الأحادي، الكثافة السكانية المنخفضة، الاعتماد على السيارات والمجمعات التجارية، الرحلات الطويلة إلى العمل، ومطاعم الوجبات السريعة. روبرت ويتي في جنوب أفريقيا هي شركة تطوير ساهمت في تجديد مدينة جوهانسبورغ الداخلية. Joburg was founded a little over 100 years ago. It was a mining city. It was where all your major commerce began for South Africa. It was quite a thriving, bustling city, and then close to South Africa's democracy, there was a mass exodus out of Joburg CBD. Post-urban sprawl left the CBD probably 40% occupied. Most of the buildings were left empty, dilapidated.
Urban sprawl to me is matchbox factory housing, very generic looking, very boring. I see that as bad because it doesn't encourage you to create a all-encompassing community that enables you to live and work and play maybe in the same landscape. I see it as bad because it's ugly. Maboneng is an area on the east side of Joburg CBD. It started with one building. Our boss, Jonathan Liebman, and the CEO of Perpetuity started developing various other buildings. We're now sitting on 37 buildings in this area, residential, commercial, and retail. This is one of our buildings. We haven't developed it yet, but we'll be developing it in the next year. And every Sunday, Kelly over there has community guitar lessons that she takes with the kids in the local area, which is part of one of our community development programs. It's important because it's bringing local Joburgers back into the city that they thought that they'd lost. So it's giving the city more hope. I want to show you examples of how we make the city livable. On our right-hand side over here is the Before I Die project, and it's an interactive piece, so you've got people who come here on a Sunday who engage with this piece, and the idea is that underneath all of these Before I Die sort of blanks, you put in what you want to do. And it's a really nice way to engage with the local community, and we've got a lot of public art that we commission to happen in the street. Another example of how we make the city livable is this new residential development. 8 apartments. Out of the 8 apartments that we're selling, we've only got 4 left. 4 have sold off plan, so before we've even built the units themselves. So this is the weekly market. It happens every Sunday. It's called Market on Main. You've got vendors here that do everything from food, desserts, cordials, coffees, to fashion, vintage clothes, vintage leatherware, furniture, jewelry. The market's getting that critical mass going of people who wouldn't have ordinarily come into Maboneng necessarily, but come on a Sunday, experience it for the first time, and that piques their interest and they're like, what's this all about? I think the aim of Maboneng in the future is to bring as many people into the city again, to reclaim what was previously thought as lost, and just create a city within a city for all income groups, all ages. And hopefully in the next 10 years, Joburg will reach its true potential. بعد 20 عاماً بدأت جي آي بي بالتفاعل مع المجتمع من جديد. كما كان متوقعاً، أصبحت مابونينغ بعيدة عن متناول معظم الطبقات الاجتماعية. بدأت قطر لتوها بالتفاعل مع كافة أطياف المجتمع. تضع النساء كفاطمة مثلاً هذا الموضوع في مقدمة أي نشاط يقمن به كجزء من عملية بناء المدينة. تصوري لمدينة الدوحة المعاصرة هي التي تلبي طلبات الفرد وتنظر وتأخذ بعين الاعتبار قيم أخلاقيات المجتمع القطري وتضع في أولوياتها الهوية القطرية والملامح المميزة للعمارة القطرية الحديثة. طبعاً حتى نقدر نتفهم المدينة المعاصرة ومتطلباتها ونستجيب لمتطلباتها يجب أن نفهم الشخصية القطرية نفسها. الأسرة الخليجية بصفة عامة لها متطلبات مختلفة داخل المسكن وحتى في الأماكن العامة. من خلال عملي كمهندسة معمارية في القطاع الخاص أرى أن المباني السكنية وخاصة تصميم المسكن القطري يضعك على مقربة من فهم أكثر للشخصية والهوية القطرية. مدينة الدوحة actually بتمر بتحديات كبيرة وتغييرات طفرة مدنية رهيبة في فترة زمنية قصيرة جدا. متطلبات الإنسان والمجتمع بتتغير بصورة صراحة كريزي. يعني الشارع القطري معرض سيارات بكل المقاييس، السيارة في الخمسينات
والستينات كانت هي مصدر الرفاهية للإنسان القطري والمجتمع. فالمدينة استجابت لهاي الرغبة وصارت المدينة responding more للسيارات أكثر من الناس تمشي فيها. الحين المدينة activities اللي صارت فيها والمتنزهات والأماكن العامة صارت السيارة is not everything. فالمدينة صارت مكان للناس تحب تمشي وتو experience وإنه تجرب الأماكن. التسارع في التصميم في تغيير المدينة هو أكبر تحدي أعتقد لمدينة الدوحة. طبعاً أكيد ما في حل واحد لهذا التحدي إلا إنه خلق لغة معمارية توصل الماضي بالحاضر. لغة جديدة، عمارة قطرية تعبر عن المتطلبات المجتمع الحالي، إلا إنها لا تمحي ملامح العمارة التقليدية القديمة. يجب المواطن أو الشعب يستطيع أن يقرأ ملامح العمارة التقليدية من خلال العمارة المعاصرة والتي تطلب كل احتياجات المجتمع. طبعاً الحمد لله إحنا عندنا أكثر من نموذج ناجح على قدرتنا على تقديم نماذج ناجحة عن مباني تربط الحاضر بالماضي. في اعتقادي أن مشروع مشارب هيكون نموذج يحتذى به مو بس في الدوحة بس حتى في منطقة الخليج والعالم. مشروع جداً فريد ومتميز، فهو ينظر إلى أدق التفاصيل ليرسم صورة كاملة لمدينة معاصرة هي قلب الدوحة، فهو يربط الماضي بالحاضر وأعتقد أنها تجربة جداً فريدة ومميزة. بعد الإعلان سنرى كيف يمكن لكل شخص يسكن في المدينة أن يشكل فرقاً، وكيف يمكن أن يساهم إشراك المجتمع في اتخاذ خطوات مهمة. في منطقة جنوبي لوس أنجلوس نظر أحد السكان إلى مدينته. I'm a renegade. I'm an ecolution. I'm a revolutionary for eco. We're eco. You know, that's what we are. We're energy. Just like soil. Soil is alive. We're nature. We're plants. We share 50-something% of our DNA with bananas. I mean, come on. I need healthy food. Well, guess what I'm gonna do? I'm gonna get mine. This is what's needed, and I'm gonna do it. I call myself a renegade gardener. I want world domination. We want people to take their lives back and take their health back and grow your own food. I'm gangster about this. I'm Ron Finley, and I'm a gangster gardener. What I do, I bring food to what I like to call food prisons. We have a situation where we have food that is literally killing people real slow, even the food in the grocery store. So I wanted to change that. Our food should not make us sick. You should be able to go to the store and know that your food's not killing you. You know, the drive-throughs are killing more people than the drive-bys here. You know, to me, those are the true terrorists. Everything is too convenient now, and it's like you're just on this machine. Step out of my thing, step off a line for a minute. And realize, you know, what you're doing and what you're eating. My thing is to empower people to grow your own food. Stop waiting for the guys and the white horses to come and do it. You have to do it yourself. Green Grounds is basically born out of the need to bring healthy food to an area that didn't have it, South Central. We have, I think it was 26.5 square miles of vacant lots in Los Angeles. That's a lot of space that we can grow our own food. What the city has promised to do with these lots, they've promised to release some of them, the ones that the city owns, for green spaces and for community gardens. We're creating facilities
whereas we have a cafe that's basically made out of shipping containers, somewhere where people could just come and build community and enjoy healthy food inside their community. I want a compost. I want vertical garden. I'd like a living roof. I want water feature. What do we need to do? I got to put it in my schedule, you know. I got, but that would be beautiful. I mean, I would love to see that. Just imagine if all these lawns were food. Was a woman that contacted us, and she saw my garden, and she wanted to turn her front yard and her parkway into a garden. She seemed like she's keeping it watered. It's doing very good. It's doing extremely good. And what I want to see thousands, hundreds of thousands of these kind of gardens across the planet. I mean, what better way for a child to wake up in the morning to see food in his front yard? Gardens. They build community, period. It's what they do. It really brought community together. We met so many of our neighbors because of this, and through the actual digging event, we met so many neighbors. Being out here taking care of the garden, we've met people, and it really brings me a lot of joy. Every morning, the first thing I want to come do is check out the garden. It looks wonderful, darling. It really does. Every day I come out and check it out. Great. I mean, you got your zucchinis coming in already. Wow. Now, you know what I need now are recipes. Yeah. What to do with all this stuff. But yeah, they all look so healthy. Yay. People want this change to happen. People want to take their food system back. And with the help of the city, I think we can do that. It's gonna happen. It's happening right now as we speak. I see a bright future. I see us getting back to nature. I see us getting back to who we are. I mean, I just keep waking up every morning and I'm happy. وفي الدوحة يمكننا بسهولة أن نعثر على مواطنين ملتزمين بجعل المدينة مكاناً أفضل. مين اللي اقتري؟ الصراحة يعني أعتقد أن هذه وقتنا علشان نقدر نكتشف أو نقدر نعرف نفسنا إلى نفسنا. أنا اسمي خليفة الهارون، أنا مؤسس شبكة ilovequatar.net. أنا كنت في الجامعة، درست أنا في لندن، وكان في وايد ناس يسألوني يقولون أنت من وين؟ أنا من قطر، فدائماً يعني السؤال الثاني وين قطر؟ فزعلت. يوم من الأيام ما كان لي بارض، ووحدة جاتني وقالت أنت من وين؟ قلت لها أنا من قطر، وسألتني قالت لي وين؟ قلت لها دش في جوجل وشيكي. زين، فاليوم الثاني رجعت لي وقالت لي تدري أنا دشيت في جوجل ما قدرت أحصل وايد معلومات عن قطر. في هالوقت حوالي 2006 قلت خلني أنا أروح أشتري لي موقع I Love قطر وبحط معلومات عن قطر وبس، يعني كل ما الناس يطلبوا قالوا حطوا لنا منتديات، حطيت منتديات، قالوا نبي قسم فعاليات، حطيت قسم فعاليات، فتموا الناس يحسون أن الموقع موقعهم. والشيء الثاني أن كانوا الناس يحسون أن عندهم صلة مع على الأقل مع قطري واحد. احنا ثلاث قطريين احنا مركزين على الموقع الحين، وبس احنا عندنا اجانب هم بعد يحبون الدوله، منهم امريكان، من الهند، من الفلبين، من لندن، من ايرلندا، هم من الحين يعني يسمون قطر يعني بلادهم او بيتهم يعني، ف افتخر.
فكرة ألف قطر أن أنا أبي الناس لما يفكرون في قطر لهم أجانب خلينا نقول ياو وعاشوا واشتغلوا وبعدين عقب سنتين ثلاث لأن دائما معظم الأجانب يتمون سنتين ثلاث يرجعون بلادهم وهم في الطيارة لما يتذكرون قطر أبي في وجههم يعني ابتسامة. أعتقد أن إحنا عندنا مسؤولية نحاول أن نثقف المجتمع ونتكلم يعني عن أشياء مهمة. مثلاً إحنا عندنا قسم في I Love قطر قسم I Don't Love قطر وعندنا شرط إذا في شيء ما عجبك يعني في قطر لازم أنتوا تكتبون شنو الحل لأنه ما يصير بس شيء تشتكون وتطلعون وبس. والسبب لأن إذا أنا صدق أحب بلادي بحاول أحسن في بلادي أو أدور على المشاكل عشان أعدل يعني في المشاكل إذا في مشكلة. فأنا قاعد أراوي الناس برع قطر أن تشوفوا إحنا ترى إحنا نبي نكون أحسن دولة في العالم. يا ريت لو الدوحة تكون مثل طوكيو. ليش؟ لأن اليابانيين قدروا أن يدمجون بين التكنولوجيا ويعني دولة حصرية وفي نفس الوقت عندهم عاداتهم وتقاليدهم فالناس يفكرون يعني في الصوبين وهالي أنا أبيه حق قطر. إحنا we don't have a pure one Qatari culture. Now is the time to make it. فهمت قصدي؟ إحنا ما في شنو قولي شنو عاداتنا وتقاليدنا؟ نروح البر، نروح البحر، نروح شو اسمه القيم، نروح يعني نقعد مع أهالينا. That's it. ما في. إحنا دائما نتكلم عن عادات وتقاليد بس what does it mean؟ صراحة يعني honestly I'm asking this question يعني اليوم وقت الشباب لأن إحنا اللي نقدر نغير اتجاه الدولة من ناحية العادات والتقاليد وشنو المسموح وشنو اللي إحنا نقدر نتقبله يعني من ناحية المجتمع يعني علشان دائما إحنا عندنا الاستمرارية ونسلم خلينا نقول المعلومات من جيل لجيل. قبل احنا صراحة هويتنا تضيع تماما يعني فهذا الخوف. حيا بيا يا حيتي يا بيتي. في احد الشركات تطوير الالعاب في دوله قطر تعاملنا معاها انه يطورون لعبه قديمه يسمونها حيا بيا. حيا بيا اللي هم يزرعوا في البيت البنات من عمر تقريبا 8 سنين يزرعون الشيره ويعطونها ماي ويحطونها مع في الشمس ولما يوصل قبل العيد الكبير يروحون يا على منطقه عاليه ولا صوب البحر بعدين يقطونها يا في البحر او على الهضاب العاليه. وهاي تروح يا انها خلاص تروح مع الماي ولا انها تروح صوب الشط قريب وتطلع يمكن شجره يطلع شيء. فمن الفكره هذه احنا نسوي لعبه نفس الحاجه واللعبه هاي بتكون متواصله مع واحه الدوحه ومع المبادرات المختلفه للزراعه. واحه الدوحه هي منظمه شبابيه تدعم المبادرات الأخرى والشباب اللي ينهضون بفكر البيئة والاستدامة في دولة قطر قائمة على أساس خلق التوازن والتكامل بين النظام البيئي والتطور العمراني والتطور الصناعي في دولة قطر. كل ما زدنا المساحات الخضراء كل ما قللنا الكربون وكل ما زاد الأكسجين في الجو كل ما كان أفضل للمواطن زائد أن الأشجار المساحات الخضراء الظلال تساعد على خفض درجات الحرارة بشكل عام. أهل قطر هم بنفسهم بيزرعون لأن احنا نبي مو بس نجيب والله نقول والله رحنا بنجيب عامل لا. المتطوعين بيكونوا من أهل قطر أو من لما أقول أهل قطر يعني القطريين والمقيمين كلنا أهل قطر. هم بنفسهم بياخذون الغرسة هذه وبيزرعونها. زمان كنا كل هالقطر كل واحد فينا يزرع برا بيته يزرع الجرجير ولا الخس ولا الطماط سلطة البيت ماكلة البيت الخفيفة البسيطة. فتخيل انت تحط حبك وقلبك وعاطفتك في الأرض تطلع الأشجار هذه وتطلع الزرعة هذه وتطبخ فيها تشوف شلون طعم الأكلة. يوعدكم أنا أدري وقس على ذلك الأمور هذه اللي تكون نابعة من كل شخص القيمة أنك أنت زرعت بنفسك فأنت راح تهتم فيها بتفكر أكثر هاي وطنية راح تفكر أكثر أن هاي وطنك هاي بلدك هاي اللي أنت غرست فيها. فلما أنت تشوف المستقبل
انه والله واحد راح ممكن يكسر الشجر او يعمل حاجه، لا انت بنفسك بتقول لا، بتزعل ان هاي يسوي في هالشغله. فكل واحد فينا يكون مسؤول. هاي المسؤوليه هاي اللي احنا نتامل فيها من شباب وبنات هالقطار هالمستقبل. كان عندنا حجر الفلاسفه اللي يحول المعادن الرخيصه الى ذهب. هاي احنا نقدر نحول اي شيء بسيط الى ذهب، وهاي قطر. احنا لا نكل ولا نمل، نمشي، هذا هو، احنا عندنا هدف نبي نوصل له باي طريقه كانت مع اي حد كان. هاي احنا واحد الدوحه. رأينا كيف أدت اللامبالاة إلى خلق مدينة تعكس فترة من التغيير والتوسع العشوائيين. يحق لنا العيش في المدينة وانتقادها بقدر ما نشاء، لكن علينا أيضاً أن نبنيها ونحولها إلى مكان أفضل للعيش.